الهولندي كان الحكومة الهولندية كانت لها موقفا واضحا من هذه الاعتداء. فشكرا جزيلا لهذا الموقف. طبعا تحدثنا عن الزيارات المستقبلية إلى هولندا، وخاصة زيارة السيد رئيس الوزراء والوفد المرافق إلى هولندا، وبرنامج الزيارة، وسيكون هناك برنامج مكثف، وخاصة ما عدا اللقاءات السياسية والدبلوماسية سوف يكون هناك لقاء مكثف بين السيد الرئيس رئيس الوزراء والوفد المرافق وممثلي الشركات الهولندية، سواء في مستوى الزراعة أو البيئة أو المياه أو النفط والغاز. للسيدة الوزيرة برنامج، سوف تلتقي بعد حين مع السيد رئيس الوزراء، ومرة أخرى أرحب بقدومها إلى بغداد وزيارتها، ونتطلع إلى تطوير هذه العلاقات بين جمهورية العراق وهولندا. وشكرا جزيلا. Your Excellency, Minister Hussein, thank you for your hospitality here in Baghdad. Dank u wel. I greatly appreciated the good conversation we just had. These regular exchanges in the context of bilateral relations allow us to strengthen the relations between Iraq and the Netherlands. But more importantly, also ومن المهم أيضا أن يكون هناك الحوار ما بين شعب لشعب. وأنت وصلت إلى هناك وتحدثت أيضا اللغة، وهذا أيضا يعتبر أمر جيد جدا. وهناك حوالي أكثر من 60,000 عراقي يعيشون في هولندا ويقومون بتقريب وجهات النظر فيما بين البلدين وتجسير العلاقات فيما بين البلدين. وتأمل هولندا في تقوية هذه العلاقات، وهذا سبب وجودي هنا. ونحن جدا متمنين لأن ونحن ننتظر زيارة السيد رئيس الوزراء السوداني إلى هولندا، ونحن لدينا اهتمام كبير لأن نطور العلاقات فيما بيننا وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العراق، وأن الاستقرار هو له أهمية لكلا البلدين.